إذا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى فقرتنا معكم للعافية، وفيها أكيد حنناقش موضوع صحي. قد تفاجئين بشكل بطنك بعد الولادة، بعد إنجاب طفلك، ولكنك أيضا تبدين كأنك ما زلت حاملا في شهرك السادس مع بطن أكثر ترهل واستدارة مما كنت تتوقعين. يتطلب الأمر بعض الوقت حتى يتعافى جسمك تماما من هذا الحمل وخاصة البطن. تخيلي أن بطنك بالون منتفخ أو ينتفخ ببطء مع نمو طفلك. لن تفرقع الولادة هذا البالون، ولكنها تبدأ فقط بتنفيسه على مهل. قد يكون تقلص حجم بطنك بطيئا، غير أنه سيكون ثابتا، لكن وجود الترهل فقد يكون السبب تمددا كبيرا في هذه العضلات جراء الحمل. إذن كيف نتخلص منها وما هي طرق علاجها هو محور حلقتنا في ما عدكم إلا العافية. إذن مشاهدينا عن البالون بالون، ويعني اليوم الوصف دقيق وما أعرف شنو الله. إذا مشاهدينا الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بالدكتور وأخصائي التجميل الدكتور عمار غندورة. صباح الخير دكتور ومنورنا. صباح النور، شكرا لك. شنو هالمواضيع تجيب لنا اياها دكتور؟ يعني ترهلات وبوتوكس وتجاعيد، شو يصير بالعالم؟ لازم نضل شباب. لازم طبعا. لازم نضل هيك جسمنا حلو، لازم نخلص من موضوع اللي النتائج الجانبيه تبعت البالون وكبيره المواضيع. اتصور دكتور وصف البالون لبطن المرأة الحامل يعني وصف دقيق جدا جدا، ينتفخ بهذه الطريقه. أكيد. الله يعين النساء، ويرجع بعد الحمل حتى وان نزلت تبقى المساله وكانه نفخنا بالون وفشينا. صحيح. هلا انا كثير بمثل للست لما بتجي لعندي هذا المثل على فكره، انه نحن اذا تخيلنا انه هذا البالون نفخناه وتركناه لمده 9 اشهر، يعني ما نفخناه وتركناه لمده مثلا يوم، فبعد 9 اشهر قد ايه بده يكون في عندنا مقدار الترهل بعد ما يفضى من الهواء اللي جواته؟ هذا الترهل بضل. ليش؟ لانه لما بده يصير في عندنا هالتمدد هذا الشديد في جلده البطن، من بعد ما يصير في عندنا الولاده راح يصير في عندنا هالترهلات. هالترهلات ناجمه عن ايش؟ انه تمدد شديد، بنرجع بصير في عندنا ولاده بعده، كمان هالحمل اللي بعده كذلك تكرار الولادات مثل ما انه عم تعمل تكرار تمدد شديد على اي شيء، فهو راح يفقد المرونه، يعني يتمزق الجلد. دكتور ماذا يحدث تحديدا؟ يعني للخلايا الجلديه تتمزق المواد الالياف الموجوده في جلده البطن، تتباعد العضلات عن بعضها، بيصير في عندي توضع للشحوم غلط في الخواصر في البطن، فالجلده من بعد اول ولاده او الثاني ما بقى بترجع لمثل ما هي، فبصير في عندي هذا الترهل في جلده البطن، بصير في عندي رخاوي في جدار البطن اللي هي العضلات العضلتين المستقيمات تبعوت البطن، فبصير في عندي هذا المظهر الملكرش يعني زي ما نقول. احنا طبعا بالعراق ما يسموها بالونه، يسموها ثلاجه خطيه للحامل. اي والله ما اعرف ليش. طيب دكتور نرجع للموضوع الحمل والانتفاخات، يعني احنا ايضا بالعراق ومجتمعاتنا العربيه متعودين انه ما بعد فتره الحمل يقول لها للمراه البسي شيء ضيق ما بعد الانجاب، فهل هذا شيء صحيح؟ هلا هو بيعتمد بشكل اساسي انا برايي بعد الولاده على موضوع مقدار يعني الضرر على الالياف او على جدار البطن او على جلده البطن، يعني لما بده يصير في عندنا هالضرر او التمزق في جلده البطن فما بقى بيصير في عندي هالعوده مهما، فبصير لما بلبس مشد او بلبس شيء ضيق مجرد عباره عن اخفاء، انا يعني بخبيه لهذا الشيء، لكن الضرر او التمزق فهذا لابد انه يكون في له علاج جذري. طيب دكتور ما هي العلاجات؟ او ما هي الوقايه خلينا نقول؟ اكيد خلينا نحكي في الوقايه قبل العلاج، فعلا درهم وقايه خير من قنطار علاج. نحن لازم يعني اي صبي لما بدها تتزوج يكون في عندنا في التفكير بالحمل، صار في عندنا الحمل فلازم يكون في عندنا فكرة واضحة عن موضوع العناية بجلدة البطن. يعني لما بيبلش البطن لحتى يزيد حجمه بتمدد جلدة البطن لابد من العناية بهالجلدة هي بالزيوت
زيوت المرطبة. نعم. لكن بشرط ما يكون فيها فيتامين آ مشان ما يأثر على البيبي. زيوت المرطبة لابد أنه على طول نرطب فيها جلدة البطن، بالإضافة لبعض التمارين اللي هي لحتى تساعد عضلات البطن تكون يعني قوية نوعا ما. يمكن الأفلام المصرية دكتور خربت هاي المسألة، لأنه بالفيلم بس طلعتي حامل ما تتحركيش خلاص اقعدي بالسرير على أساس دايما. نحن كلياتنا بخدمتك مو؟ أكيد خاصة الحماية وخاصة يعني إذا كان الحمل هو ولد. مو أنت تقول رياضة وتمارين بعض طبعا. التمارين يعني المرأة الحامل تسوي تمارين؟ أكيد يكون في عنا تمارين، يكون في عنا في نوعية من التمارين لكل حامل، هاي لابد منها لأجل إيش يعني التدريب عضلات البطن، تدريب الحوض، المواضيع تكون حتى يعني بيقوي إرادة المرأة، وهذا بيحكوا يعني المختصين في هذا الموضوع أكثر مني. لكن بشكل أساسي نحن بالنسبة لأننا نحن ننصح الحامل بزيوت المرطبة لجلدة البطن طول الفترة، حتى أيضا مو بس البطن، أيضا بالنسبة للصدر كذلك الموضوع، للأماكن اللي بيصير فيها تغيرات في جسم المرأة. لأن نحن لما عم نطبق هالستريتش على الجلد بشكل سريع جدا، يعني هو مثل ما حكيتي أنه هالبالون هذا ونفخناه بسرعة، فبصير في عنا نحن تمدد سريع جدا على جلدة البطن، هذا بيؤدي للتمزق. تكرار هذا الموضوع رح يثبت هذا التمزق. بعض الناس بتكون عندهم مقدار من المرونة أكثر من بعض الستات، يعني بعض الستات بتقول منشوفه من بعد حمل 2-3-4 بضل جلدة البطن ما في تشققات، البعض منهم لا بتكون في عنا تشققات رهيبة جدا، وهذا بيختلف حسب نوعية الجلدة، لكن نسبة قليلة منهم اللي بيكون في عندهم مرونة شديدة جدا. حلو، يعني دكتور وصلنا إلى مرحلة أنه نقول بنية الجسم أيضا إلها علاقة، يعني نشوف هناك نساء أنجبت 4 أو 5 أولاد ولما بعد الولادة نشوفها رجعت إلى صحتها وإلى طبيعة جسمها، تمام. لكن هناك نساء حتى ما بعد الولادة الأولى تشوف فرق بجسمها مباشر. طيب يعني دكتور وصلنا إلى هذه المرحلة أنه وصلت مرحلة ترهل، يعني هل هناك مراحل أبعد من هذه المراحل من الترهل؟ هلا في مراحل أبعد هو التغيرات في الجسم كلياته، سواء كنا في منطقة البطن، سواء منطقة العاني، سواء منطقة الصدر، سواء منطقة الفخذين، حتى في البطن هو بيصير في عنا على درجات، يعني ترهل البطن هو على درجات، فممكن يكون عبارة بجلدة البطن تحت السرة فوق السرة، ممكن طبعا بيترافق أيضا بالعضل من جوا، هالتباعد ما بين العضلتين بصير مثل اندحاق للأمعاء شوي شوي، ممكن يصير البعض منهم عبارة عن انفتاقات في جدار البطن في السرة المواضيع هاي، بالإضافة لترهل اللي بدي يصير في منطقة العاني هو أكيد اللي يصلح مع عملية إصلاح لجدار البطن. طيب العلاجات دكتور عدا المشرط، يعني هسه صارت المسألة سهلة، إذا يعني واحد رأسه يوجع يقول له روح طبيب تجميل، أضرب مثلا بوتوكس. أي صح، يعني حقيقة إلى أي مدى الموضوع أصبح أنه سهل ولا نخلي المشرط آخر شيء؟ هلا هو في خلينا نكون دقيقين وننبه على شغل، في كثير من الستات اللي بيكونوا في هذا الموضوع بالذات، ليش بدنا ناكد على موضوع الترهل اللي هو بعد الولادات، بتيجي الست بيكون في عندنا تشققات، بصير في عندنا ترهلات في البطن، فبتقول يا دكتور انا بدي شفط دهون، طبعا هذا خطا، تمام، هي ما في دهون اصلا، بجوز يكون في عنا بيكون هي في عندا نوع من بداني او توضعات. هلا خليني اجاوبك، يرجع لسؤالك حتى ما نطلع كثير برا. بعض الترهلات الخفيفه ممكن يعني بالعلاجات هلا الموجوده، سواء كان بموضوع الشد بالخيوط الذهبيه او فممكن تعطينا في بعض الاوقات يعني في بعض الترهلات الخفيفه، لكن انه بعيدين عن المشرط لا، الحل الاساسي هو الجراحه. يا ترى هل هو جراحه بالمشرط ولا يا ترى هو بالشفط؟ انه يا دكتور انا بتجاي لحتى اعمل عمليه شفط، لا، خطا فادح جدا، انه نحن ست عندها ترهل في البطن، عندها تشققات، ونجي نعمل لها شفط دهون
ابدا خطا. زيدنا بهالحاله اكيد اكيد بنشيل الدهون بضل في عندي الجلد مترهل بصير مشكله اكبر ومستحيل ان تتصلح. ولذلك الحل الجذري هو عباره عن عمل جراحي فانه نستأصل هذا الترهل. طبعا هلا اللي راح يصير في عنا ندبه اكيد. طيب انا بقول لها للست خلينا نقارن انه يا ترى انت رايك او نظرتك لجسمك ب ترهل البطن لجلدة البطن بالعضلات المرتخية بترهل في منطقة العانة بوجود التشققات بدون طبعا ندبة ولا أنا نظرتي لجسمي وهو جلدة البطن مشدودة العضلات مشدودين قسم كبير من التشققات أنا خلص منهم مع ندبة موجودة أو مخفية تحت الأندروير شو هو أفضل؟ الست لازم تقارن ما بين هذول التنتين وحسب ما هي بتقارن فنحن منقرر. طيب دكتور معناها بهذه الطريقة يمكن حيصير فرق ما بين الولادة القيصرية والولادة الطبيعية. نعم. يعني الولادة الطبيعية لربما تختلف حتختلف شكل البطن، القيصرية دائما يبقى أثرها موجود. نعم. إنه لما نقول هذه عاملة عملية قيصرية تبقى بطنها بنفس الشكل، هل هذا صحيح؟ لا ما بوافقك 100% لانه نحن الاساس في ترهل البطن هو ان طبيعه جلده البطن او المرونه الموجوده. هلا الجرح القيصريه ممكن الطبيب النسائي انه تستأصل شوي بالجلده مع عمليه القيصريه بعض منهم مع تكرار الولادات وفقدان مرونه جدار البطن بنلاحظ انه صارت جرح القيصري صار عبارة عن منطقة ملتصقة فبيصير الترهل فوقها يعني. لكن أنا برأيي لا أبدا ما له علاقة في موضوع الولادة أبدا. الموضوع بشكل أساسي ترهلات البطن تابعة لبنية الجسم جسم الست. طيب ممكن بهاي الحالة أنه مثلا المرأة أثناء عملية الولادة أو أثناء الولادة أنه تطلب من الدكتور أنه تقول له مباشرة أنا حولد وأريد بنفس الوقت شد للبطن. سؤال كتير حلو. نحن بالنسبة للست لما بدها تقرر أن تتعالج ترهل البطن أكيد منا نكون موضحين بالنسبة لها أو في عنا فكرة أنه يا ترى رح نرجع نفكر بالحمل عن جديد. أنا بنصح الست أنه يفضل أنه خلص أنه قديش فكرنا ولا اثنين ثلاثة من بعد نصلح. ليش؟ لأنه بعد عملية الإصلاح تظل مستمرة. هذا لا يعني أنه لا موضوع أنه نحمل عن جديد ممنوع أكيد لا. هلأ بالنسبة للجمع ما بين شد البطن وعمليات أخرى أكيد ممكن أن نتنا نعملها مع عملية القيصري بعد ما نخرج البيبي من الرحم ونسكر الرحم ندخل نحن نعمل العملية. ممكن أيضا كذلك عن طريق إذا كانت خلص ولادة سواء كان قيصرية أو سواء ولادة طبيعية ممكن نعملها في نفس الوقت. لكن ينصح أنه نريح. أنا بالنسبة لرأيي الذاتي أنه يكون في عنا فترة بعد الولادة. ليش؟ لأنه الجسم بيكون تحت ستريس كتير كبير. رح يكون في عندي أنا ضيف ستريس آخر اللي هو العمل الجراحي. يعني رح يصير هذا الجسم بحيث أنه عمليتين بنفس الوقت والولادة والعناية بالطفل بعد بعد الولادة. أكيد أكيد. فبنصح لكن أكيد ممكن نحن في نفس الوقت نعمل قيصرية أو نولد البيبي اللي هو ولادة طبيعية وندخل نعمل عملية الأبدومينوبلاسي اللي هي شد البطن. يعني جزء المرأة هي تقول لك إنه أريد أخلص وبنج واحد وأرجع أشوف نفسي تمام. أكيد. حتى ممكن نيتنا نحن نعمل عمليات تانية في نفس الوقت. يعني ممكن نيتنا ندخل نعمل رفع للثدي، ممكن نعمل تكبير للثدي، ممكن طبعا يعني نصلح طبعا التوضعات الشحمية اللي هي في الخواصر نعمل لها شفط، ممكن ندخل نصلح موضوع الترهل في منطقة العاني أيضا. نانيت في غالب يعني مو غالب في عدد منيح من الحالات بصير في عنا ترهل مو بس بالبطن، بصير في عندي ترهلات مع الصدر أيضا وترهل أيضا في منطقة العاني. ولذلك منطقة العاني بدها رفع، كذلك الثدي، كذلك يعني بده رفع. فممكن نضيف هالإجراءات الجراحية في نفس الإجراء الجراحي تمام في نفس الوقت. طيب دكتور
الترهلات فقط عند النساء الحوامل. نعم. ولا عند الرجال ايضا البدناء؟ نعم. بعد فقدان الوزن، حدثنا عن انواع الترهلات. الترهلات بشكل عام يعني برجع لتشبيه البالون، اي جزء من الجسم لما بده يصير في عندي تمدد ونرجع يفقد حجمه، يرجع يصير في عندي تمدد، يعني تكرار التمدد، او يصير في عندي تمدد لفتره طويله مثل لما بصير في عندنا بداني شديده، وبصير في عندنا تدبير لهي البداني الشديده بانزال وزن كثير كبير، راح يصير في عندي ترهل. لما ما بصير في عندنا، يعني لما بصير في عندنا استقرار، نحن اي مريض بده يكون في عندنا وزن زائد ونزل وزنه بشكل منيح، فبنقول له يستنى 6 أشهر بعد استقرار الوزن، هون بيكون خلص الجلد اخذ وقته لحتى انه ينكمش ويرجع. ممكن يرجع ينكمش الجلد؟ اكيد، لما بيكون في عندنا محافظ على مرونته يرجع، لكن متى ما فقد مرونته او جزء من المرونه فبده يصير في عندي ترهل. الموضوع ايضا له علاقه بالعمر وهرمون النمو و الهرمونات الجسم، بنية الجسم، طبيعة الأكل، الستريس الموجود فيه الحياة، فالتقدم بالعمر، طبيعة العمل من حيث إذا في عنا سبور ولا لا، إذا كان في عنا جسم رياضي أكيد ما رح يكون في عندي هالترهل مثل إنسان كسول. ليش؟ لأنه الجلد بياخد أولبة العضل اللي تحته، فلما بنعمل سبور فالعضل اللي تحت الجلد فهو بيشد معه، بيسحب معه جلد، بيقولبه عليه. لذلك الترهل هو بيصير بالنسبة للرجال أيضا في بعد فقدان الوزن أيضا. أكيد. طيب دكتور، يعني أيضا هناك من يشاهدنا الآن ويرفض أي مبدأ خاص بالعمليات التجميلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشكل معين من أشكال الجسم، يعني البطن مثلا ما بعد أيضا نرجع للولادة، لربما يقول لك رجل إنه ليش ما يدخل الدكتور الديتيسيان الخاص بالدايت، ندخلها في هذه البرمجة الغذائية أفضل ما ندخلها بعمليات تجميلية. هلا بالنسبة لموضوع الترهل بعد الولادة أكيد لا، لأنه على فقدان المرونة مهما عملنا من أي إجراءات خلينا نسميها محافظة فما راح تكون مفيدة أبدا. وإلا لو كانت مفيدة لكن عملنا شفط، شفط الدهون كانيولا صغيرة، يعني هي بالمقارنة مع المشرط ندبة كبيرة هالمواضيع كلها. لكن أكيد لما بدي يكون في عندي فقدان لمرونة الجلد ما رح يكون في عندي غير اللي هو الحل الجذري، أنه أنا أستأصل هالجلد هاي وشيلها. ونفس الوقت يعني هو الموضوع ما موضوع بس، يعني خلينا نكون واضحين وخلينا نكون يعني دقيقين في هذا الموضوع. أنا لما عم نعمل نحن إصلاح لجدار البطن عند هالست هاي اللي موضوع الولادات كتير أثر على جسمها وأثر حتى على نفسيتها، لأنه موضوع الحمل هو موضوع أيضا يعني كتير بيأثر على نظرة الست لجسمها. فبالنسبة لهالتراهل هاد، فلما أفوت أنا وبصلح، ما بصلح أنا بس جلدة البطن، أنا عم بصلح أيضا عضلات البطن، عم برجع للوضع الطبيعي، عم برجع بشكل الخصر اللي هو شكل الساعة الرملية عند الست. فهذا كتير مهم في تحسين نفسية المرأة، لكن طيب كإجراءات محافظة هذا الشيء ما بيعطيني إياه، لابد من عمل جراحة. إذا كانت المرأة تعاني من مشكلة، في المرأة أو الرجل على حد سواء، أنه يعانون من السيلوليت موجود في جسمهم، هل هذا أيضا موضوع شد البطن إلى علاقة به؟ لا أبدا أبدا، لا أبدا. له يعني هلا هو نحن حكينا في الحلقة اللي هو الترهلات التوضعات الشحمية وتدبيرها. هلا السيلوليت ايضا بضمن التغيرات اللي بدها تصير على جسم الست لما بده يصير في عنا حمل. طبعا هلا من بعد ما يستقر جسمها فممكن هذاك الوقت فانه نعمل يعني علاجات، يعني خلينا نقول علاجاتها الخاصه، لكن كتدبير جراحي لشد البطن اكيد نحن بهذا الشيء. طبعا نحن هون انا خلينا نفرق ما بين السيلوليت اللي بيصير بالفخذين والامور هاي وما بين التشققات. تمام. هلا التشققات لحد الوقت ما في عنا اي حل غير العمل الجراحي، انه هاي المنطقه اللي بدنا نشيلها فهي بدها تروح معها التشققات، يعني المنطقه المستأصله راح تكون ايضا تشمل التشققات، راح يروح اللي فيها التشققات، اللي فيها التشققات. لكن انه نحن هالتشققات يا دكتور طيب صارت بدنا نعالجها،
إذا ضمن المنطقة اللي فينا نستأصلها هي راح تروح. اللي هي التشققات نوع من التمزق يعني؟ أكيد هي هي ناجمة عن التمزق في بنية الجلد، فبصير عندي تهدم، خلينا نقول انهدام بالبشرة. طيب دكتور أخيرا، نعم. سوينا العملية، فترة النقاهة هاي يعني إنسان خلاص قرر أنه يجي، أو امرأة قررت أنه تجي تسوي العملية، شلنا السلوليت، سوينا الشفط، رجعنا وآمنت بالله، قالت ما عندي مشكلة خلي تصير ندبة، سوينا العملية، بعدها فترة النقاهة شقد، نسبة الخطورة شقد، باختصار لو سمحت. الله يسلمك. هلا هو موضوع شد البطن، إذا ما كان في عنا أي أمراض عند الست، ما كان في عنا تدخين أكيد، يعني خلينا نقول موقف التدخين بشكل منيح، عاملين ضبط كنترول على جسم الست، أكيد العملية بسيطة، ساعة ونص ساعتين في العمليات، من بعد فترة إقامة بسيطة جدا في المشفى. الجرح رح يكون أكيد مخبى تحت الأندروير، رح نعيد تشكيل جدار البطن، رح نعيد تشكيل عضلات، رح نعيد شكل الخصر، في نفس الوقت ممكن نشيل نشفط الشحوم بالخواصي في نفس الوقت. هاد عملية يعني خلينا نقول أنا برأيي كتير 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 بتعطي نتائج. ننصح الست أنه تكون في عنا مشادة مدة شهر شهر ونص، أكيد رح يكون في عندي تحسن مع مرور، طبعاً رح يكون في عندي نتيجة كتير منيحة، 6 شهور بيكون عندي نتيجة منيحة كتير كتير بالنسبة لشكل الجسم، حتى أنه الندبة في مرور وقت رح تكون غالبية الأوقات يعني مو تماماً، رح يكون نتيجتها كتير منيحة. بشكل عام يعني كنقاها يعني خلينا نقول بيختلف ما بين ست وتاني، بعض الناس أو ستات بيكونوا رياضيين فبيكون فترة نقاهتهم كتير قليلة يعني حسب. طبعاً سلامة للجميع أكيد. أمين أكيد رب. نتمنى إنه نصل إلى هذه المرحلة من السلامة والصحة والجسم الجميل. شكرا لك طبعاً دكتور عمار غندور، أخصائي التجميل والبشرة، وأكيد ننتظرك في حلقات قادمة. شكراً.